أزول في اللون أزول أمقران أهلا وسهلا مها. ألو أزول مقرام في اللون عسلمة نيهاو مها معكم. أهلا وسهلا. طبعا مها أنت غنية عن التعريف، يعني مها جويني ناشطة وحقوقية ومدونة وكاتبة وصحفية والليستة طويلة، ولكن أكيد معناتها فما ياسر ما يعرفوكش، فهمت؟ يعني خاصة معناتها نجم نقولوا بين قوسين العروبيين ما يعرفوكش. نجمش تعطينا فكرة على شكون هي مها جويني؟ أعطينا شوية السيرة الذاتية نتاعك، نشاطك، كيفاش معناتها تحركت، ومن بعد ندخل في الأسئلة المهمة. تفضل. عسلامة الناس الكل، أنا اسمي مها، من مواليد تونس العاصمة 1987، عام النكسة. فرقني والدي وأنا عمري 14 سنة، وعلاقتي بوالدي هي سبب علاقتي بالشمال الغربي العظيم، هي سبب حبي لتبرسق وسبب حبي للمحاجر. يعني أنا من تبرسق، لكن أنا مانيش من تبرسق المدينة، من البلاصة اللي فيها تراث الأندلسي والصوفية وكالموسيقى المزيانة والتراث الموريسكي. لا، أنا من المحاجر، أنا من جبل، من التاريخ الأمازيغي، من غاديكا، وين كي نقفوا ونطلوا على قصر ماسينيسا ونطلوا على دقة ونحكي تاريخ آخر ولباس آخر وهوية أخرى. فحبا في المحاجر وحبا في التاريخ هذاك وفي جبل الرحمة وفي المدينة اللي عندها تاريخين، عندها تاريخ موريسكي عربي ظاهر العيان، وعندها تاريخ الحرام وتاريخ الأمازيغ المخبي. وقتها قررت أنه لا، يزمني نبحث عليه الموضوع هذا، ويزمني ديما ندافع على الجيت برسقية وعلى على هالتراث هذا وعلى الهوية اللي مازالت حاضرة فينا. بو دخلت الجامعة، أنا كنت ناشطة سياسية، وناشطة سياسية في الجامعة لا خيار، لأنه ذاك هو الموجود، يما تكون تجمعي في 2006 دخلت، يما تكون تجمعي يما تكون معارض. بما أني من الشمال الغربي وعندي حرقة معناها تاع الجهوية ومتاع التهميش ومتاع التاريخ اللي ماهوش باين، التاريخ اللي يخليك تظهر كونك جعر وكانك جاي من درامنين باغ، مش حتى بربري باغ انكور. دونك كنت على اليسار، اتحاد شباب الشيوعي التونسي وقتها، وقعدت ناظر. وبعدين بعد الثوره، بعد ما طاح بن علي، بون انا نسميها ثوره، هناك من يعتبرها ليه مش ثوره، سيروره، بالنسبه لي انا ثوره. وقت اللي نمشي في الشارع ونهز العلم ونغني النشيد الوطني ونبيت في القصبة، أنا وقت حسيت أنه البلاد هذه بلادي، ونحن اليوم قلبنا الموازين، ثورتنا وعزيز علينا. المهم خرجت وقتها، في وقتها تم اختياري ضمن مشروع اللي في خيدغي شابيرت، معهد جنيف لحقوق الإنسان، مؤسسة بن زكري في المغرب. اختارونا الورشة التدريبية في المغرب في سبتمبر 2011، تم استضافتي في المغرب ورشة حول آليات الدولية لحماية حقوق الإنسان. وكنا نحن كجيل متاع الثورة الليدرز اللي عنا خلفية يسار اجتماعي، أغلبنا يعني كنا توجهاتنا قريبة لبعضها، معنا شباب من 20 فبراير، معنا شباب من الجزائر، معتها حضرنا وقتها أول مرة نسمع الدباء والخلاف حول أنه يتسمى الورشة باسم المغرب الكبير مش المغرب العربي. وأنا تكويني سياسيا يساري، يساري قومي، ما نحبش نقول عروبي وكتسمية تذيكة، لأني أنا كبرت في المدرسة اليسارية وكبرت عند ناس تمن بالقومية، يعني في نهاية أساتذتي أنا ساعات يلوموني، لكن هل يسار هذا تربيت فيه عزيز علي سيد، ما أختلف معاه، لكن دائما لا أنكر المدرسة اللي تكونت فيها. المهم فحضرنا وسمعت النقاش حول كلمة المغرب الكبير، وبديت نفهم مش فهمة علاش هذا 2011 وانا وقت عمري 23 سنة. نتفكر ثاني يوم في الدورة كنت نمشي في السوق، وكان في احد البياع حكى معايا باللغة الامازيغية. انا رجعت مدام حورية السلامي، نتفكرها سيدة حورية حاليا مقرر
حاليا هي في لجنه خبراء الامم المتحده للاختفاء القسري حقوقيه، وكانت المدربه نتاعي. قلت لها لي جون سو ترومب دو موا، قالت لي، فجاوبتني قالت لي tu as l'air d'une femme de chez nous. فكانوا كل الناشطين في الدوره ملي غزروا لوجهي يقولوا لي تبان كاينك وحده من الشلوح نتاعنا، يعني ماكش باينه من تونس. فقلت لهم لا انا راني مش من تونس، انا راني من الشمال الغربي. المغرب مراكش سبتمبر 2011 هي اللي خلتني نبحث في الحركه الامازيغيه، مش نبحث في التاريخ، التاريخ عندي شربته، لكن لو كونسيبت دو ام سي بي موفمون كولتوريل بربير موفمون كولتوريل امازيغ رجعني نكتب. جيت نكتب في الحوار المتمدن، نكتب في قضايا القوميات والاقليات، ما عادش نكتب في اليسار السياسي. وقت عملت طلاق سياسي بيني وبين التيارات اليساريه في تونس في كل المنطقه، واختصت في ما هو ثقافي. جاتني كل رجه، معناها اختصت في حاجه، جيت نبحر في موضوع مرتبط بوجهي انا، معناها الناس الناس يسخلوني من عندهم تيبا. فهذا هي، وانخرطت في الحركه الثقافيه الامازيغيه، ومشيت ليفرن، ومشيت لزوارة، ومشيت لبرشا قرى سكنوا فيا، معناها واي من بلاصه نمشي لها يقولوا لي راك من عندنا. كان في تمزرت يقولوا من تمزرت، كان في الشوي يقولوا راهي من بيتنا. في حاسيلو عرفت اني انا في المغرب الكبير عندي مدن انا اشبهها وتشبهني، فانا فخوره. وهذه هي this is who I am. تنجمشي تقول لي وقتاش بدا عندك بالفعل الحس الامازيغي؟ هذه اول نقطه يعني. وشنو غيرك يعني لو انت تقارن روحك من بين وقتها ما كنتش تعرف روحك امازيغيه، ووقتها الامازيغيه دخلت للعروق نتاعك وللداخل نتاعك؟ شوف، اني انا مانيش عربيه، هذه راهو كلنا نعرفوه، الجغرافيا تحدد لك، لانه عائلاتنا يتكلموا لك على العرب، يتكلموا على الجبال، يتكلموا على ثم مصطلحات تحدد لك، وتعرف اللي انت ولد البلاد هذي، تعرف من اسم عائلتك، من وضع، من الزاويه، من اسم الزاويه نتاعكم، من تاريخكم، من كل شيء، تعرف اللي انت ماكش من الوافدين، تعرف انك ولد البلاد. هذه حاجه، دونك الانتماء موجود، الجغرافيا تشهد بذلك. انا من الشمال الغربي، معناتها وين الدور غادي باش تلقى يوغرتن، وباش تلقى ماسينيسم، باش تلقى كل شيء. دونك ما نجمش نكون من بلاصه اخرى، عندي العزه نتاعي. بقى الوعي باني لم انخرط في النضال من اجل الشعوب الاصيله، هذا هو الفارق، مش الفارق ايماني اني انا شنو اصولي، لا، انا عندنا الاصول ونعتز بها، وروسنا مرفوعه. بقى علاش قررت الانخراط في النضال الثقافي، واعتبار أن النضال الثقافي لا يقل أهمية عن النضال السياسي أو النضال الاجتماعي أو النضال من أجل الحقوق الاقتصادية؟ هذا الفارق فيه، لأنه في العالم الثالث دائما نتعامل مع ملفات، ملف الحق الثقافي دائما نضعه في آخر الجدول، في آخر البنود، نبدأ حقوق سياسية، الحريات، الحق الاجتماعي، الحق، ومن بعد نحكي عن الثقافة، في حين أنه هي الأساس وهي الهوية بتاعك. والانتصار والفشل مرتبط بالثقافة هذه، تحب ولا تكره. أنا في الصين النهضة الصينية بقدر ما ارتبطت بالنهضة الاقتصادية، بقدر ما ارتبطت بالوعي بالثقافة وبالهوية الصينية العريقة. أنا كي نبدأ قاعدة مع أي صيني يقول لي نحن 10,000 سنة حضارة، ونحن عندنا سور الصين العظيم، الشعب هذا مرفع راسه ديجا نقولوا التنين الصيني نسبة للتاريخ والأسطورة الصينية القديمة. إيه لا ميم شوز. دونك نقول إني أنا وقت اللي فهمت أنه النهضة التونسية، النهضة في تونس ماهيش مرتبطة بقرار سياسي، راهي مرتبطة بوعي شعبي، مرتبطة بالعزة وبالأمة التونسية، واللي هي في صلبها الثقافة الأمازيغية والمصالحة مع التاريخ الأمازيغي. هذا اللي فرق في حياتي، اللي فرق في حياتي وقتها حسيت روحي مش تبدلت، تعلمت نفهم بلادي أكثر، تعلمت نفهم إيش معناها تونسي،
تعلمت التاريخ التونسي والتاريخ دروس معناها حتى في الذكاء نتاعي زاد نتصور معناها، واثر هذا على الانتاج الادبي نتاعي، اثر هذا على كتابي عاشقه من افريقيه، وحتى ديواني القادم عن وصايا القبيله اثر على حضوري في اي مكان في اي مؤتمر او اي ورشه. الناس ديما يركزوا معايا برشا يقولوا لي صوت الشعوب الاصيله، وهذا يعني لحمي قشعر كده اسمعها، فهمت؟ فام ريلي براود معناها. بالفعل هنا حبيت نقول لك، فما ياسر مثلا توانسة يقول لك احنا توانسة فقط، شنو ترد عليهم؟ هي نقول لهم نحن توانسة، لا يقول لك توانسة فقط، توانسة فقط. من يعني كثير من معناتها الان بعد الثوره والانتفاضه التونسيه، كثير وعى بانه تونسي، عرف اللي هو تونسي، ولكن مازال الوعي على اني انا تونسي امازيغي مازال مش منتشر. تلقى كثير يقول لك اي انا مانيش عربي انا تونسي، ولكن ما يحبش يذكر معناتها انا امازيغي. شنو ترد عليه؟ هما اوني جوست دي تونيزيان، ساعات راهو يقولها بتاع مش راهو معناها راهو يكره الاخر ولا يكره الاصول نتاعو ولا لا، نتاع اخطاونا ماهوش وقتنا، خليونا اوني سبيسيال نحنا كذا. إيه الناس هذوما اللي يمنوا بالأمة التونسية فيهم برشا يقولوها بمحبة لتونس، مش الكلهم عندهم كان نزعة شوفينية أو عنده نزعة متاع أنه ضد الأصول متاعه وأنه ضد الانتماء الأفريقي أو ضد الانتماء المتوسطي أو ذلك. هي كلمة، عرفت، كلمة حق أراد بها باطل، فهمت؟ كلمة حق أراد بها باطل، أراد بها باطل عن جهل مش عن شر. راه وقت اللي يقولها راه كيقولها لي تقولها لي وحده ولا واحد، مش معناه راه هو خاطر ما يعرفش سيتام بوبل كي نو كوني با سون هيستوار، راه ما يعرفش بالحق. معناتها الفو بيان كومبروندغ سا، معناها كونوا رحيمين بتونس وباهلها، راهم عباد ما تعرفش، ماهوش جاهل كي يقولها، اما راه خاطر ما يعرفش اكاهو. ما عليك كان تتعامل معاها هكاك، وشوف الاعلام نتاعنا الدور اللي يلعب فيه معناها في 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 تسفيف الناس وفي تمييع القضايا وفي التسجيل. وقت تشوف في خطاب الهوموفوبيا في ما احنا نحن خارجين من صيف، اعمل هكا نظره هكا اوفر فيو على المسرحيات اللي عندنا في تونس، تلقاها كلها معبيه جهويه، معبيه هوموفوبيا، وخاصه الهوموفوبيا كل من كريم الغربي لطفي العبدلي اخر روز مسرحيات مشاهده، كل السكتشات اللي تفرش فيهم كلها قايمه على خطاب هوموفوبي، قاعده تبث في الكراهيه ضد فئه من المجتمع نتاعك. ثم برشا في رمضان ديك حقوق اللي سي في المسلسلات نتاعنا ما شفناه، مع اذا كان القيم الانسانيه، قيم التسامح وقيم احترام الاخر، هذه مش موجوده. فتجي تقول لي يا والله ما يعرفوش تاريخهم، كله مع بعضه معناها الكل. بالفعل باهي، احنا باش نسالوا اسئله يعني على الطاير، يعني بصفه عامه باش ناخذ رايك في عده نقاط. انت قبليك تكلمت على القوميه، هل ترى ان هناك فرق بين القوميه والوطنيه؟ طبعا انا مانيش قومي، لا اؤمن بالقوميه، فهمت؟ لان القوميه كما تعلم ماها تعتمد على العرق، بينما الوطن تجمع اكثر وتكون تقوم على حق الارض. وأنا نشوف أن الأمازيغ عبر التاريخ لم يطالبوا بقومية، بل فكرة الأمازيغ، حتى من يدعي أن الأمازيغ شعب، هذا ليس صحيح، لأن الأمازيغ أمة ليس شعب، لأن عدة شعوب الأمازيغ. أظن أنت معناتها نحب نعرف رأيك في هذا الموضوع، لأن الأمازيغ بحد ذاتهم هما ليس شعب واحد، هما شعوب متعددة، ومعناتها استطاعوا أن يمتصوا المستعمر وانهم يغيروا من رواحهم. يعني فكره الامازيغي هو فكره الانسان الحر، الانسان المتمسك بالارض نتاعه. اذا الفكر القومي لم يكن موجود عند الامازيغ. شنو رايك في هذه النقطه؟ انا متفقه معاك فيما ذكرته، فقط نحب نطور معاك الفكره. انا رؤيتي انا شخصيا، مفهوم الدوله نفسها لم يكن مطروح عند الأمازيغ، شئنا ما بين معناها. حتى الدول اللي قامت دولة بني زيريا وغيرها كانت
قائمة بولاء عربي، وكان فيها حتى انتساب للحكم في المشرق. المختصين في التاريخ هذا يعرفوها أكثر مني، أنا ما نحبش نخوض فيه لأنه ما هوش اختصاصي، لكن اللي نحب نقوله في الشأن هذايا نرى أنه حتى الحضور الأمازيغي طوال تاريخ تونس، على الأقل نحكي منطقة متاعنا نحن الشمال الغربي والوسط الغربي، كتشوفهم كانت دايما مناطق ثورات. كنجيو نشوفوا التاريخ متاعهم، قامت ثورة تكفاريناس، ثم قامت ثورة بعد ضد كذا، ثم ثورات متتالية، يقوموا يثوروا ويرجعوا، يثوروا ويرجعوا. كيفنا كيف الكرد، عنا لعنة التوحد، هذوما الشعبين هذو ما يتوحدوا إلا ما يكون هناك غازي، ما يبنيوا تاريخهم وحضورهم إلا في زمن الحرب، وإلا هما قاعدين في جبالهم عايشين في سلام، ينجوا يبدعوا. لكن فكرة الدولة والتوسع وإدارة الحكم بالمنطق الحديث هذه، أنا ما أغلبنا كنا متفقين أنه كلمة الشعب الحر اليوم نقصد بها، حتى مش بش نقول أناركي بمعنى معناها الفوضوي، لكن ليه؟ لكن شعب جبلي، شعب معتز بجباله، قاعدين في جبالهم ما يهبطوا إلا وقت اللي تكون ثم حرب، يفضلوا أنهم يكونوا فرسانة وأنهم يشتركوا ويحسوا أمجادهم مرتبطة بالحروب اللي يخوضوها وبمواقف النبل اللي يقوموا بها هما. دونك أنا نتصور القومية بالمنطق العرقي، بالمنطق المؤسساتي، زادة مؤسسة الفكر القومي هذية ما كانتش مطروحة عنه، لأنه حتى نحن توا في الحركة الثقافية الأمازيغية ما فماش حد تحدث على القومية الأمازيغية، بالعكس أنا تصور الآخر المختلف عندنا ضد متاعنا في الإيديولوجيا هو اللي يتهمنا بالقومية، لكن نحن كنشطاء مش مستبطنينها أصلا، نتحدث دايما على فلسفة الحرية وفلسفة العيش المشترك، هذه الأرض لنا، حديثنا دايما على الأرض، حديثنا على الطبيعة. ثم يمونا يقولون لنا ياسر رومانسيين، حتى وقت الثورة في الجزائر نتحدثوا على الربيع الأمازيغي، البخانتون بربير تشوفها تحس في الغنياتنا اللي معناتها تغنيات شهداء ودم وسجن، لكن احنا نتحدثوا دايما على الربيع، وهذه من صفات الشعوب الجبليه. هذول الجبليين نفسهم شعوب الامازيغ سواء الكرد او الامهاره في اثيوبيا، وهو شعب انتسب بالجبال هكذا طبيعته. بالفعل ديجا معناتها يقولوا ان الشعب الامه الامازيغيه والامه الكرديه هي من الامم التي بل يعتبرون خطا في طبيعتهم انهم لم يحاولوا ان يستعمروا غيرهم، وهذا هو السبب الذي تم استعمارهم دائما، ما عندهمش فكره ان استعمار الغير. وهنا نتذكر يعني قوله معناتها طلعت عليها متاع اكوش يقول انا لا اطلب من اهل مصر ولا اهل بابل ان يعبدوني، يعني شوف الفكر التسامحي، وانما لا اسمح بامازيغي ان يعبد غيري. يعني هو ما يحبش يصدر الالوهيه متاعه الى خارج منطقه تمزغه، يعني هذه فكره جدا مهمه. نرجع لنقطه معينه قلتها قبيليك حول ان الإعلام التونسي بصفة خاصة، قلت أنت أنه ينشر في الأموفوبيا، ينشر في الجهوية، ينشر حتى في العنف، في العنف في المسلسلات ومعناتها اللي يروج فيه، وهذه ما يسمى بالطبقة المثقفة بين قوسين أو الفنية تساهم في هذا العمل، لأن الشعب يريد ذلك. شنو رأيك في هذه المسألة؟ يعني هو كان يعمل حاجه اخرى ماهوش باش يشاهدوا حد، يعني الشعب ماهوش يعني هم يقول لك مثلا وقت تحكي مع واحد مذيع يقول لك انا نتكلم عن الاوموفوبيا ونتكلم على العنف ونتكلم على المشاكل هذيه وعلى الجهويه، لان يعني كما يقولوا كيما معناتها في مسلسل باش يضحك لازم يقول الجي زعما فهمت، ولا يضرب ولا عنف. اذا هوني هل التغيير في العقلية هذه ومحاربة هذه الأفكار الغير إنسانية هل هي مهمة المثقف أم مهمة الشعب؟
بون نحب نحكي معك في النقطه الاولى. الشعب ما يحبش هكاك، بدليل انه كي تغني زهره لجنف وعندها اغنيه مزيغيه واغنيات زهره لجنف من الشامه للعذرعانه الكودة من ميكودة غنيتها الكل تعمل كومبلي زهرة لجنف. شكون مخي؟ ما هو الشعب يمشي لها ولا ما نحن شعب يمشي لها. دونك كلمة اللي يا الشعب يحب التفاهة لي شعب مستهلك اللي باش تقدمه كان قدمت حاجة مزيانة باش يسمعك، ما فماش باش يمشي يتفرج في الحكاية الأخرى. دونك فكرة أنه يا الناس الناس تحب هكاكة ويلزمني نعمل هكاكة باش نعجب، انا نشوفها غلطه وما هيش صحيحه، وهذايا تفكير تجاري بحت. هذه الثقافه الاستهلاكيه والاعلام التجاري هذايا هو اللي قاعد يصدر في الحكايات هذايا. النقطه الثانيه حضرتك قلت ذكرني بعفوا، حكيت لي على العنف. لا يعني انا حبيت نقول لك يعني هل هذه مسؤوليه الشعب معناتها هذاك والا من مهمه المثقف انه ينشر الافكار الانسانيه؟ المثقف يقوم بدوره، المثقف يقوم بدوره، يلزم يقوم بدوره زاد كمثقف، كمثقف عضوي، كمثقف منخرط في قضايا شعبه ويتكلم على قضايا شعبه ويدفع الضريبه زاد. المشكل اللي نحن عندنا نسبه كبيره من اللي مفروض يكونوا مفروض هم نخبه قسمتهم التوجهات السياسيه والتحالفات السياسيه الرديئه لدرجة أنه قضايا عادلة يبطلوا ما يسندوهاش للي شيء لأنه خايف من الشعبية متاعه أو خايف من القيادات الحزبية متاعه ولذلك تلقاه لا. ولا بخوف ثم برا تنبيرة معناها نكتة نحكيه فيها أنه كيفاش معناها مقرات الأحزاب ولا تعبيت بالمقرات الأحزاب ومقرات الجمعيات تعبيت بالأكاديميين، فورينا نقول خويهم ما يشدوا الجامعات ويشدوا مراكز البحث شدين لنا لو كانت الحزب باش قاعدين يعملوا يساس كيف غير فريمون. يعني اذا كان اكاديمي راك متراك بلاستيك في لي سونتر دو ريشيرش وبدورك انك تنتج المعرفه، مش دورك انك تبرر موقف رئيس الحزب الفلاني او تبرر موقف رئيس الحزب العلاني او تقوم بالحرب الايديولوجيه نيابه عن السياسي الفلاني والسياسي العلاني. فهمت؟ وهذه اللي رينيه التطاحن الايديولوجي على صفحات التواصل الاجتماعي، هذه رينيه برشا. وفي نفس الوقت شفنا محطات، معناتها شفنا منصات فكريه يغيب فيها اصوات هؤلاء، طبعا مش الكل، عن المثقفين متاعنا الشجعان اللي يمارسوا في ادوارهم واللي اوفياء للعلم اللي تعلموه، مش اوفياء للقضايا المؤمنين بها. لا لا يا اخي، كون وفي للتاريخ ما يصيرش، قول اش فما، هذا شحاشتنا نحن. ما ناش نطالبوا انك تناضل وتنتصر للقضيه، قضيه عندها اهلها وعندها مناضليها اللي باش يموتوا عليها. ها يا اخي، كونوا منتصرين للعلم، منتصروا للتاريخ وللتراث والانثروبولوجيا، هذه اللي احنا اللي نحبوا، وللهويه التونسيه. قولوا لنا اش فما وقولوا الحقيقه، فهمت؟ وهذا دورنا نحن كنشطاء، وزيد دورهم هما، لانه ثم برشا اليوم ثم عدد محترم من الاكاديميين اللي منخرطين في الحراك الامازيغي، وعندنا ناس بالحق قاعده تساهم وقاعده تقول في الحقيقه، فهمت؟ اوكي، يعني عباره معناتها فهمت من كلامك ان السياسه المتبعه او الاحزاب السياسيه اللي موجوده في تونس قاعده تنشر في الرداءة، سواء الرداءة الثقافية أو الفكرية أو السياسية بجميع أنواعها. تنجمش تقول لي مها لماذا هذه الرداءة؟ شنو علاش يحبوا ينشروا هذه الرداءة؟ هي مش رداءة، هي الصراعات متاعهم، الصراعات متاعهم، الصراع على الإسلام اليساري مثلا. اليسار ما عادش يحكي، يعني حكيته فارغة، قل تجمع النهضة. لا لا لا، موش حكيته فارغه، لا لا لا، عيب يسار قدم. اي اما الان موش قاعد يقدم في حد شيء الان، يعني قاعد يقدم. اسمع اليسار من 2000 راهو، شوف راهو الحركه النقابيه، راهو صغير ولا دحمد، راهو مختار اللغماني وما ادراك. لا هناك شخصيات، لا اسمع، راهو شهداء وراهو تاريخ، راهو تاريخ. اذا ثم هنيه مؤاخذات، راهو هذا جزء
من المشهد العام الكل. تقول لي يا اليسار تخلى على دوره وما عادش نراو في معناتها ما عادش نراو في مواقف كبيرة. اي ما حتى لي في الحكم تخليه على دوره معناها انا احنا في حالة متاع فوضى ما فهم في حالة متاع كاوس بالحق معناتها في فترة متاع انشقال في فترة متاع وخاصة 2017 ولينا ما عادش عارفين رواحنا وين ماشيين اصلا فهمت مانيش قاعدة نقدم في مشهد سوداوي لكن هذاك هو ما تكونوش قاسين برشا فهمت عنده الازمات نتاعو اليسار نتاعو نتاعنا عنده مشاكل اللي يواجه فيها عنده الاعداء نتاعو زادة برشا خاطر مش ساهل زادة في وقتنا طوى في دولة مرتهنة صندوق النقد الدولي فيها ناس مازال تؤمن بالدولة الوطنية وبالاقتصاد الوطني ماهوش ساهل دونك اللي عملوه يعطيهم الصحة فيه خلينا نكونوا على الاقل منصفين مع التجربة اللي عندنا دونك الخلافات اللي راها مش قولي تجمع ونهضة في صحيفة العسل راهم يمين مع يمين يعني فينالمون شكون اللي يقول للإسلاميين أراكم راهو بيننا وبينكم 14 قرن شكون يقولها شبيبة اليسار مفكري اليسار اللي كانوا يتضربوا في الجامعة يتضربوا قد يموتوا على أيادي الميليشيات الإسلامية كانوا المناضلين اليسار ما همش ولاد التجمع وهذا يعرفون هذا سابقا وحتى طوى شكون اللي قاعد يتكلم ضدهم شكون اللي قاعد يتكلم على الحكم باسم الدين شكون وشكون اللي قاعد يكتب ايش انا عم نطلع على المدونين وسامين تحالفهم مع القوميين العرب شنو رايك في تحالفهم مع القوميين العرب شوف القوميين اولا مش الكلهم كانوا ما نحكيوا على جبهة شعبية عملوا جبهة شعبية كمان اي على جبهة هي القوميين مناضلي وجزء من الحركة الوطنية سيكون فو بيان بيان فو با انا نختلف معاهم نختلف في اما راهم ولاد الحركة والقوميين في تونس راهم ما همش قوميين المشرق راهم راكلي راهم سون توت افي ديفيرون لا هناك البعثيين وهناك شوف في مواقفهم ما همش راديكاليين بقدر القوميين اللي في الشرق للأمانة عندي فيهم برشا أصحاب ونعرفهم وحتى هما قابلين أنهم يكونوا في جبهة شعبية يظهر لي فما توافق بين الطرفين أنا قريت معهم في الجامعة أنا عمري ما ضربني واحد قوم أنا تفكر وين أتجيون طول التاريخ كي يعملوا تحرك جيوا نهزوا شعارات بالفرنسي كيف حكاية الطلب عرفت نحن صغار معناها تعمل استفزوا الطيارات في بعضنا فهمت؟ كي لي الغيقول شوف انا نمل روح تسامح راهي موجودة في تونس سيغتو كي تحط الناس ببعضها حطهم ببعضها مادام انه يمن بالدولة يمن بمؤسسات الدولة خليني انا وياه فرد طاولة وهتاو نتناقشوا انا في اللحظة هذه اعطيني نناقش مع واحد يقرأ ميشيل عفلق ألف مرة أفضل من أني نناقش مع واحد متشبع من فكر ابن تيمية راهو فرق راهو القومي خليفي في الإيديولوجيا أنا وياه نختلف في الإيديولوجيا أما نقدر نعيش معاك تحت سقف وطن أما الداعشي أنا وياك ما يعيشوش فرق بين واحد يناقش معايا بفكرة أنا نشوفها قومية ونبقى ونتناقشوا للصباح ونشوفوا فين باش ينتهي بينا الأمر وفرق بين واحد داخل عليك بسلاح ماهوش كيف اليوم نحتاج ان نجمعوا القوى المدنيه الكل هيا ببعضنا من بعد نتناقشوا تونس جزء من افريقيا او تونس جزء من وطنهم العربي اليوم المشكله في الشقف اللي لممنا الكل شفتوا شقف تونس هذايا اللي مجمعنا هذايا هو اللي قد نخسروه في اي لحظه وما نحبوش نخسروه دونك ساعات ميسيلش غض الطرف راهو اليوم صراعنا من اجل الوطن اجا ناضوا على خط البلاد هذيا وبعد غدوه تو نتناقشوا في مسائل اخرى وثم كم من قومي عندنا في البلاد هي دخلت نتكلموا قداش ساعات كبيهم وندثروا معناها شبقى فيهم قداش من طيار القومي قداش عندنا اليوم الخلافات اللي معانا مع الحركه الامازيغيه ومع مع المناضلي الحركة الأمازيغية راهو خلاف على مواقفنا ينو نحن مانيش في صف الحكومة
نحن محسوبين على المعارضة، وبالتالي ندفع في ضريبة المواقف هذه. ما هوش على خطرنا عندنا مشروع، خطر ما تعرف السياسة لهنا يقول لك امن بامن باللي تحب، المهم ابقى صفق. نحن ما نش نصفق، نحن وهذا الامازيغي وهذا الامازيغي وعنا موقفنا، فهمت؟ دونك هذا هو نتصور. انا ما نراش قلق وهاجس يا قومي، ما انا ما نشوفهمش مناس. شنو هو اللي تشوفه مناس على الهوية الأمازيغية في تونس، واللي معارض الهوية الأمازيغية في تونس؟ أكثر طرف معارض الهوية الأمازيغية في تونس هو الطرف حكومتنا العزيزة. يعني بشقيها أم ليلة؟ بشقيها وبكل اللي تحبت. رب خلافهم معاك، هو خلافهم مش مع الهوية الأمازيغية، أي نوع من الهوية. كنت تحب فولكلور وهز حريمك وخمرك ورا راي ورا راي، محليكم ونحبوكم، ويجي جايين تطرحوا في ملف التاريخ والإدارة والتعامل مع التراث، وجايين نحكيوا على الآثار التونسية ونناقشوا في ملف لا ريستيتيوشن دو باتريمون، استرجاع التراث التونسي بالمتاحف الأجنبية. هذا اللي ما يعجبش. علاش؟ لا علاش حب نسمع ما منك. يعجبش ما يعجبش. ما همش توانسة، هما ما همش توانسة، هما الحكام، هما هما الحكام. شنو اللي قلقهم انها تونس تعود الى هويتها الاصليه؟ شنو اللي قلقهم؟ الخط الوطني قلقهم. كيف بدا؟ ما يلزمش ما يلزمش، خلونا نحن خليهم، هما هما حكام ونحن الشعب. ما يلزم حتى حاجه ترجع للشعب. افهم، راهو ملف الامازيغي ملف الشعب. اسمعنا، نحب نرجع لبلادي، راهو ما نعرفش نلقى روحي ليش ام بعد. اذا مها، يعني انت تشوف، يعني هل هو قرارهم هو هما كحكام ام ضغوطات اجنبيه حسب رايك؟ انا ما نتصورش يعني العالم حتى اوروبا ولا الغرب، لو الشعب بالفعل يطالب بامازيغيته ماهوش باش يعارض. أنا قلت لك أي نوع من الأمازيغية، أي نوع من الأمازيغية، أمازيغية كهوية حقيقية مطلقة وفصل كل حروبة. ليه ليه شوف الأمازيغية، رأو أسمعني خليني شوف نرجع موضوع العروبة. أنا كامرأة، أنا ما هيجويني، ما عنديش مشكلة مع المكون العربي للهوية التونسية، ونعاود ونقول هاني نتكلم معك باللغة العربية ونكتب باللغة العربية، نتكلم باللغة العربية ماكش تتكلم بالعربية، نتكلمها حتى العربية الفصحى، ما عنديش إشكال معها. لا ما عنديش مع اللغة يا مها، وما عنديش كمل فكرتي، كمل فكرتي كريم، كريم كريم الغالي، كمل فكرتي. شوف هما بيدهم القوميين والعروبيين قالوا المصري غلابة زي حالات، معناه شوف اليمن ايش صاير فيه، راهو القمع والقهر وهذا واللي قاعدين نعيشوا فيه، الكل عايشين الكل في نفس المستويرة، الكل تحت صبات، سواء كنت قومي عربي تركي اللي تحب انت، ليه راه كلنا بلا حق. معناه حتى فكره انه يا هناك تاكيد على عروبه تونس، بالله وين ترى فيه؟ ما فهم شيء. الملف الثقافي، ملف الاعتزاز بالأم، فكر الأمة التونسية، راهو مش موجود أصلاً، موش موجود، موش ما تحسوش من أولويات الحكومة الحالية، فهمت ولا ليه؟ دونك موضوعك نحبوها تونس بهويتها بأصالتها، نحبوها بأصالتها بكل شيء، لأنه خلاص العرب جاءوا سكنوا سواء باحتلال مش باحتلال، نعيشوا مع بعضنا، عملنا مزيج حلو بروحة مزيغية بحرف عربي تسكو تشوفو، محلينا محلينا محلينا. هذا التنوع يزمنا قاعد نحافظوا عليه ونتمسكوا به. الآخر الآخر يقول أنه لمزيغ بربر وحقبة انتهيت، خلي يقول على روح وجودنا، وجودنا كمؤمنين بالثقافة لمزيغية راه مرتهن بفكر العيش المشترك، لو vivre ensemble ce qui fait de nous de vrais amazigh. إيماننا بالتسامح وبالعيش المشترك، هذا هو ميزة الأمازيغ.
اللي راى انه هذوم بربر وليه وما ليه والخطاب ذاك مردود عليه وسينتهي معناه مردود عليه. دونك اليوم انا لا يهمني لا في عدو قومي او عدو يساري او ليبرالي، لا كل ما يهمنيش فيه. سو كي كونت بوغ موا الفلسفه الامازيغيه، فلسفه الفكر الامازيغي، هذه هي المهمه عندي. كيفاش كيفاش نجم توصل للعباد، وكيفاش نجم نتواصل انا مع الناس، انا وانا نخاف توصلني يوميا رسائل وتشاوز من عند ناس ومن عند شباب، وخاصة هذوما اللي في بين 17 وال 20، الناس اللي تبحث، الناس اللي عند تلوج على المعلومة وتحب تعرف على تاريخها وتحب تعرف على الميزة متاعها، هذوما اللي يلزمنا نتواصلوا معاهم، وهذوما اللي يلزمنا نقدموا لهم فكر إنساني وفكر أصيل. هذا اللي يهمنا. رفاقنا اللي ناضلوا في شعب المابوشين، أخوتنا الكرد، الأقباط، النوبيين اللي اليوم معتقلين في مصر تابع في اعتقال مسيرة الدفوف، هذم كيفاش نتواصل معهم، وكيفاش تكون حراك شعوب الأصيلة يكون حراك أممي، ودورنا نحن في هالحراك الأممي ساسكي كونت. البقية بقية خليهم خارج التاريخ، ميسيش اللي يمن بالعنف خليه يمن بي، نحن لنا متاع عنف ولنا متاع لعبة البينج بونج هذيك، كيسبونا سبوهم وكذا، ها مش لونا مش تاعنا، فهمت؟ اوكي. طبعا ونفس الشيء زاد ينطبق على انه اللي يقول لك زاد انه شمال افريقيا للامازيغ فقط، هذا زاد فكر مرفوض، لان شمال افريقيا للجميع. انا اللي حبيت نقول لك هوني النقطه اللي قصيت عليها، انا حول مساله الارض، انا ما يقلقنيش واحد يقول لي انا اصلي عربي او انا اصلي تركي ولا انا اصلي روماني ولا فينيقي. اللي قلقني اللي يقول شمال إفريقيا، يعني الأرض هي عربية، يعني عبارة على أنت توا موجودة في الصين وتقول أنها الصين عربية، يعني لأن فهمت، ولا تقول الصين أنها أمازيغية. لا، المشكلة هي مشكلة الأرض. أما إنسان يقول لك أنا أصلي من مغولستان ولا من إفريقيا ولا من رومان ولا من أي حاجة، ما يقلقنيش. الاعتراف والاتفاق لازم يكون حول الأرض. المشكلة للقومي العرب يقول لك أرض شمال إفريقيا عربية، ويستدل بالهجرة اليمنية والفينيقية وغيرها، رغم اللي هي حتى الفينيقيين يعني بين قوسين يمكن أن نقول مشبوه فيها. الأرض ركز لي على الأرض، خاطر احنا شمال إفريقيا، اي انسان يجي من اي منطقه من العالم يعيش معنا مرحبا به، وهذه هي القاعده. واي فكر امازيغي يقول لك العرب خارج شمال افريقيا ولا فلان خارج شمال افريقيا، هذا نرفضوه كليا، لان الامازيغيه هي الانسانيه. قلت لي القوميين حاليا في اللحظه هذه 2017، كم ما هو وزن القوميين في تونس؟ كم عندك من مفكر قومي في تونس؟ قديش من قوم اليوم يطلع يتكلم وينجم يعمل حشد؟ قديش سمي؟ وفيه مركة هوين، علش من جيوبهمش؟ خطر إينا كان بش نعمل معاه صراع ونجاوب، معناه أنا رأو يا عطيتك عطيناكم قيم. شوف شوف الكرد، وشوف شوف برشة حركات في الشرق الأوسط، ماكش تشوف أغلب الليدرز معناها خاصة الأكراد تجاوزوا فكرة أنهم يجاوبوا البعث ويجاوبوا، تجاوزوا ما مش موجودين، انتهيوا. لأنه الفكر القومي كما يقولوا شمال إفريقيا عربي، يقولوا رم حتى الصومال عرب، which is funny معناها حتى جزر القمر. أي معناها أنت تجي تنقز أثيوبيا هكا تعمل هكا يتشعب معناها على أثيوبيا وتقول لا راهو أسبع جزر القمر، اللي اضحوك عن الحكاية ما تجد على حد، فهمت؟ فبالتالي ماذا بيك ما تجاوبهمش؟ أنا نقول لهم الفكرة مردودة على أصحابها، معناها أرض واحدة ولغة واحدة وفكر واحد، هي أصلا مردودة على أصحابها، أصلا ما تسمعها تقول مردودة. مع ما وقع حاليا الصراع الخليجي خليجي، وقبله الصراع السوري القطري ومشاكل هذه الكل في المنطقة تفهم معناها، وقبلها الكل خلافات عبد الناصر صدام حسين، معناه نفهموا انه راهو الفكره هذه راهو مشروع فاشل من بدايتها.
وما عليهم كان يا إما يراجعوه، وبقدر ما عملوا من مراجعات وبقدر ما عملوا من انتقادات ما قدروش أنه يقدمونا وحدة فعلا. ما أنت قادم جايب مشروع، يلا قدم لي نماذج للمشروع. أفشل المنظمة في العالم الجامعة العربية بشهادة الجميع، وما حبتش تموت، وما حبتش تموت كما رؤساها، كما رؤساها ميموتوش، قاعدة تخدم في مصالح ناس معينة وفي موظفين، معناها موظفين مصر بالله يخليهم يشتغلوا على رواحهم. خلاص هكا هو بقى. وفي معناها هذية فكر قد ينتهي قد يبقى، معناها ديكور، المهم خليهم. فهمت؟ دونك اللي نحب نقوله، من غير ما تعملوا، من غير صراع وهم، لأنه ما فماش عدو من غير صراع وهم. دونك هذيك علاش تجاوز فكرة قوميين وما خليهم يحكي هالي. خاطر هما أنا اللي لاحظته في تونس أنه الإخوة رفاقنا، الإخوة شركائنا في الوطن القوميين، ما يكتشفوا رواحهم قوميين إلا لما لما يقرأوا موقف لأحد المناظرين الأمازيغ، وقتها تتصاعد رايات العروبة ويتكلموا ويقولوا لك سجل أنا عربي ونحن عرب وكذا. عروبتهم مرتبطة بحقوق الآخرين وبثقافات أصحاب الشعوب الأصيلة وقتها، مش مرتبطة بالاستعمار الإسرائيلي وما يحدث في الأقصى وما يحدث في اليمن حاليا أو ما لا، الفضيحة، الفضيحة الكبيرة. عربستان المحتلة من إيران، أنا سميلي عربي من تونس، عروبي من تونس، قومي من تونس، كتب مقال مناصرة لعرب الأهواز، قدم لي. لكن أنا نقدم لك اللي أنا نصرت عرب الأهواز، ولي صور بالعلم، ونصرت وكتبت حتى على الخميس الأسود وما وقع في عربستان، ونتعامل مع عربستان كأرض عربية وكأرض محتلة من إيران، ونتكلم فيه الموضوع هذا. عراقية أفضل من عربي، عراقية شوف الشعب ذاك يقدم روحه كعربي، معليك كان تحترمه وتسمعه. نتحدى حد اليوم يحكي فيه الموضوع هذا؟ لا، هم بعث وليسوا عرب، على خاطر وقت اللي تتخلى وتنسى قضية عربستان، علاش من أجل التحالف السوري الإيراني، قل لك سامحني حتى العروبة راك ماكش فهم، أنت حتى العروبة تتناقض معاه، فما بالك أولاد بلادك نحن التوانسة. فهمت؟ فيعيشك، معناها خليهم، معناها هم وتناقضاتهم وفشلهم السياسي والفكري وكل شيء. بالفعل بالفعل عربستان والحواز، يعني أنا نتذكر عام 85 تمت هجوم إيراني على المنطقة، وتم أخذ آلاف الأولاد وهزوهم جهة آمل بحضة بحر قزوين، وعزلوهم نحاهم من والديهم، فهمت، وربوهم تربية من الصغرى، أولاد صغار بتاع 3 سنين 4 سنين 5 سنين يعني بالمئات، ويربيوهم على أساس إنهم إيرانيين فرس، ويعاودوا من بعد يرجعوهم للمنطقة بتاعهم. يعني الظلم اللي وقع للمنطقة هذيك أنا شاهدته ومشيت للبلاصة هذيك ونعرفها، والقتل اللي يتعرضوا له ومع الشعراء متاعهم والمثقفين متاعهم. إذن هذا موضوع آخر بالحق، ما معناتها أنت طرحت مشكلة عربستان اللي ياسر مع الأسف في شمال أفريقيا ما يعرفهاش شنو يتعرض ياسر ما يعرفهاش شمال أفريقيا. أنا مشيت لكردستان عام ناون 27 سبتمبر، أنا في كردستان في سليمانية، حاضرين معايا من عربستان، وحضرت العرض موسيقي من عربستان، حاضرين عربستان وحاضرين من البلوشيين عن تركيا، وحاضرين طبعا الأكراد وكل شيء، وأنا كنت سعيدة بيهم. ومعناها والمضحك قلت أنه الكرد ينتصرون العربستان، ودعاة القومية العربية والله فيهم حتى لا حتى من لا يعرف ولم يسمع بقضية الأهواز طبعا، فيهم حتى اللي عمره ما سمع به. ولكنك تلقى ملتقيت مرة بنشطاء من عرب الأهواز في مهرجان تويزا طنجة 2013، مهرجان أمازيغي لتويزا أي يتسمى، وثاني مرة التقيت بنشطاء في 2016 سبتمبر بسليمانية كردستان. الغير عرب ننتصر
للعرب المقهورين، ولكن معناها دعاة العروبة. لكن ما تلقاهمش مع دعاة العروبة، يمكن تلقاهم مع الهنود الحمر وما تلقاهمش مع العرب. ما نعرفش، ما فهمتش والله، ما فهمتش بالحق، عمرهم لا يتكلموا عليهم. نرجعوا للموضوع نتاعنا، معناتها النقطة حبيت معناتها أسأل نسألهم لك في معناتها هذه المعلومات في الحقيقة ياسر مهمة، يعني ما يكفيناش باش نعملوا مقابلة واحدة في هذا الموضوع لأن فما عدة جوانب. لاحظتش اللي أغلب الناشطين في المجال الأمازيغي في شمال أفريقيا، بل كل الناشطين تقريبا عندهم اتجاهات يسارية، لماذا؟ بمعنى مش ماشيين مع الحكومة، ماشيين هكا عكس. هاي ما نجم يكونوا كان عكس معنا ذيك هو. وقت اللي الحكومة ما تعرفش بيك، وقت اللي تاريخك ما هوش موجود في المناهج الدراسية، وقت اللي انت مش موجود في زمن القمع وفي هالديكتاتوريات اللي حكمتنا واللي ظلمتنا، طبيعي مش يكونوا على اليسار. انا نحب برشا رواية عبد الجبار المنتوري، مناضل رغم انفه. مناضلين، كنا مناضلين رغم أنوفنا، ليه خيار أمامنا سوى أنك تكون على الخط هذاك. والتيارات اليسارية احتضنت القوى الثورية وكونتها وكان فيها ومعتها مدرسة احتضنتنا، يعني في غياب البدائل احتضنتنا، والجامعة اللي كانت وكانت فيها منحتنا النقاشات على الأقل النشطاء اللي تخرجوا من مدارس اليسار، ناس تمن بالدولة وكوادر شئنا ما بين، أغلبنا مبدعين وكتاب وناس متشبعة بالفكر، سواء اتفقت معها واختلفت ديما نقول عنده فكر. في الجهة الأخرى كان عندك التيارات السلفية، كان عندك التيارات هذيك اللي قاعدة تنشط كخلايا نائمة وثم التحقت بداعش وثم مارست علينا الإرهاب. فأنا خير، معناه أنا يوم أفضل. المد اليساري يعني في شمال افريقيا بصفه عامه، مثلا نضرب مثال، انا معناتها في المغرب المد اليساري اغلبهم في المغرب او حتى في تونس يعني ما يتبناوش، يعني نسبه قليله منهم يتبنى القضيه الامازيغيه. تو مثلا نضرب لك مثال، مثلا هوني وقتها وقع حرك الريف، اللي يخرج من اجل حركه الريف هم الامازيغ، فهمت؟ الامازيغ اللي ما همش يساريين، فهمت؟ بينما تلقى في نفس الوقت اليساريين يعملوا مظاهره اخرى لدعم حركه الريف ولكن ليس تحت الرايه الامازيغيه. شنو هذا الموجود معناتها الشبهه اللي انا في بالي صار تحرك واحد، اللي نعرفه انه صار تحرك واحد، وكانوا في نشطاء أمازيغ وفي بعض نشطاء اليساريين، حتى أنه أنا وبرشا مدونين من المغرب أعبروا على إحباطهم من غياب المساندة من تونس. تونس موجودة للفترة الحقيقية، ليندا فؤاد كتبت علاش التوانسة ما خرجوش مع الريافة، في حين بعدها بجمعة شفنا مظاهرة ضد عرض ميشيل بوجناح. بالفعل رغم اللي معناتها اللي يقع في الريف يعني يشابه كليا، نحن في المؤتمر نتاع الحركه تكلمت حول الحركه الريف والمقارنه بين الثوره التونسيه والحركه الريفي الان، فهمت؟ هو نفسه اليسار هذايا اللي ما خرجش، نفسه هي الجبهه او التيارات اليساريه ما خرجتش تندد بالحرب في اليمن. نحكيه على الاف ماتوا على بلاد تخربت، راه مشيت اليمن. نفسه هو اليسار ما خرجش ينتصر للمعتقلين في البحرين. قضية مريم الخواجة، من كتب عن مريم الخواجة؟ شكون كتب عليهم؟ شكون كتب على المعتقلين في السعودية؟ شكون ناصرها؟ ما نعرفش، فما أزمة قاعدين نعيشوا فيها على مستوى التحركات. أنا ديما نعول على المجتمع المدني، نشطاء المجتمع المدني، نحن اللي قاعدين نتحركوا منطق حقوقي بمنطق معناها كل القضايا سواء. أما باش تقول لي يا والله على خاطرهم بمنطق خاطر يا خلفيته عربية عروبية ما انتصرش للريف، ما هو نفسه هو ماهوش ينتصر لعربستان وماهوش ينتصر لليمن. ما فماش أسوأ من اللي صار لليمن، ما فماش معناها جريمة في حق الإنسانية.
يعني انا عشت في اثيوبيا وشفت الاثيوبيين كيفاش يبكيوا على اليمنيين وكيفاش واعيين بالمأساة في اليمن. ريت الاثيوبيين والحبشة كانت ارحب ليهم من الخليج العربي، لكل اليمنيين اليوم موجودين في اديس ابابا ويتعالجوا في مستشفيات اثيوبيا. دونك اللي نحب نراه ما نراش بمنطق والله ليه خطر عروبيين، لا، لكن عدم خروج نشطاء هذوما وعدم تضامنهم شوفوا في اطار، ياتي في اطار حسب سياسيه ضيقه، اكهو حسبات سياسيه ضيقه وحسبات غبيه زاد غبيه. انا نقول انا معناتها ونتفكر في علاقه بالريف، قلت حرمت طيارات يساريه وطيارات المنظم اجل الحركات الاجتماعيه في تونس من شرف مسانده الريف العظيم. سي تان اونور بالحق يا تي غاتي بيان سور. ومازلت عندهم فرصة أتمنى، يعني خاطر الحركة الريفي مش بشي توقف، مازلت عندهم فرصة بشي يتحركوا ويقدموا تنديد. نرجع لتوى النقطة اللي حبيت نحكي فيها قبل ما نختموا دي الفيديو، على خاطر سينوت كنت ولا ياسر. نسألك سؤال مها، علاش أغلب من يدعو للهوية الأمازيغية يتم اتهامه بالكفر؟ التكفير مانيش معناتها انت ولا غيرك ولا حتى انا في لحظه ما انا كفرت وعندي سكرين شوت من صفحات المقاومه الاسلاميه بتونس مكفرتني وبرشا تكفروا. علاش؟ على خاطر نحنا نطرحوا في الهويه الامازيغيه وفي الحريه، نطرحوا في الحريه، حريه من سلطه الأكليريوس الديني هذي. وشكون يكفر فينا فينالمو؟ جيك تكفير من جامع الزيتونة أنت؟ ولا جيتك تكفير من أمك؟ مش عائلتنا اللي كفرونا، را تكفر فينا الوهابية والسلفية ويصفيوا في حساب سياسي معانا باستعمال الدين. هاو عليش تكفير ألفا يوسف تصفية حساب سياسي معاه، كيف كيما تكفير رجب سلامة وغيرهم. ونحن زادة لا نتفق مع مشروعهم القراوستي، لا نتفق مع بيعان بلادنا، لا نريد غربان السود في أرضنا، ولذلك نكفر. وكلنا تكفرنا انطلاقا من هذه المواقف، ماناش متذيلين ولا نؤمن بالظلام، لا، نحن نؤمن بالحب وبالألوان، نؤمن بالتسامح، ولذلك يكفرون. هذا هو معنى بالمختصر كما كفروا يوسف صديق وطالبي وغيرهم. احنا جزء من هالمسار. باهي نسألك سؤال آخر في نفس هذا الإطار، هل هناك تعارض بين الإسلام والأمازيغية حسب رأيك؟ ما لا نقاش، ما فماش حتى التقاء معناها بين الإسلام والأمازيغية. أنا را الأمازيغية حضنت كل الأديان وحضنت كل الألسن وكانت وعاء شامل لها الثقافات هذية، خطر ثمزغة معناها على شمال أفريقيا جنوب المتوسط في عمق القارة السمراء منفتح على الشرق الأوسط، هالبلاد هذية ضمتهم الكل. الإسلام جزء كدين بموروثه بقواعده جزء من هالوعاء هذه الأمازيغي الكل، ولكن الإسلام أمازيغي ليس إسلام عروبي. أنا نسميه إسلام عروبي في الحقيقة. الإسلام الذي لا يتأقلم ولا يتماشى مع الأمازيغية هو الإسلام العروبي، أي الإسلام أي نوع من الأمازيغية. أما عنا أمازيغتين، نحن عنا الأمازيغية الفولكلور وعنا الفلسفة والأمازيغية الفكر، أمازيغية القضية معناها. القضية. دونك الإسلام اللي تتحدث عليه الإسلام المتشدد هذا ماهوش من أرضنا، حبينا ولا نحن جينا هذا الإسلام الوافد علينا، الإسلام الوهابي. لا، الإسلام الوهابي موقفنا منه واضح، هذا الإسلام اللي هذا اللي نحن في صراع معه، مش لأنه هو إسلام وهابي، لا، نحن في صراع مع الوهابية نفسها لأنه نعتبروها معناها حركة ظلمية ضد الحداثة
وضد القيم الإنسانية هذيك علاش نحن نختلفوا معها، مش لأنها وهابية وعندها قواعدها الفقهية وكذا، ما يهمنيش، كل واحد يعبد اللي هو يحب عليه بالطريقة اللي هو يحب عليها. لمازيغ كانوا ولا زالوا فيهم اليهود، فيهم المسيحيين، فيهم البهائيين، موجودين معنا وموجودين في تونس من 1921، نتحدثوا على الجيل الثالث من البهائية، وهذا مولادنا واخوتنا، وعندنا الشيعة، فيهم الشيعة، فيهم كل شيء، والملحدين وكلنا معناه كنا نقدموا رواحنا كأحرار وعايشين ببعضنا على الأرض هذه. دونك خلافنا مع الوهابية، ونسميه الأشياء بمسمياتها، أنها حركة ظلمية وأكهو، ما حشتناش بالظالمين. ونهار تلي أي طيار ديني معناها يتحول الفكر متشدد ويتحول الظلمية ويدعو للعنف، باش نكونوا ضد كين ما كان هو. إذن حسب ما نفهم، يعني احنا كأمازيغ وكشمال افريقيين عندنا الاسلام بتاعنا اللي هو الاسلام المتسامح الذي يقبل الجميع، وان اي اسلام او حتى مسيحيه ولا حتى اي ديانه اخرى تاتي لكي تمنع هذا التسامح احنا ضده. هذا شو فهمت من كلامك؟ بالفعل يعني هذا هو معناتها المساله المهمه جدا اللي معناتها لازمنا نستخلصوها، إن الأمازيغي من الصفات متاعه الأساسية هي التسامح. التسامح معناتها هذه مسألة لا نقاش فيها لأي إنسان أمازيغي. لا يمكن أن تكون أمازيغي وتدعي أنك أمازيغي وأنت ترفض الآخر مهما كان دينه أو أصله أو فصله. هذه معناتها مسألة مهمة. حبيت نسألك سؤال أخير مبعد قبل أخير، كيف تلخص مها جويني يعني مفهوم الهوية؟ شنية الهوية؟ كلمة بالنسبة لي كنت، يا بالنسبة لي كنت كشخص، بالنسبة لي أنا سكو جسوية، أنا شعري لحرش حديثي كل شيء، هذيك هي الهوية متاعي. ولا أنا بالتاريخ متاعي، بالتفاصيل متاعي، بطريقة حديثي، مكونات هذه الكل، هذيك الهوية متاعي. وكشعب شنية الهوية؟ شعبي تونسي أفريقي متوسطي أمازيغي. طبعاً كقول أفريقي معناها أمازيغي حتى النخاع. هاي يعني أفريقي لازم يعني هل 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 اللغة، هل اللغة فما مشكلة عند قطر طول الحراك الأمازيغي لم يعد مختصر على من يتكلم الأمازيغي، وأنت تعرف هذا، يعني توا هناك مد سوى في الجزائر، سوى في ليبيا، سوى في تونس، خاصة في تونس، يعني مد كبير، أكبر مد، بل تونس اللي هي المفتاح بالأمازيغية، كثير من الأمازيغ، نحكي مع الأمازيغ المغرب وليبيا والجزائر، يقولوا الأمازيغية في تونس هي اللي باش تنحي الفكرة متاع إن باش تكون أمازيغي لازمك تتكلم الأمازيغية. وهذا لقيتها أنا وقت وديت الحراك الأمازيغي، يقول لي أنت تتكلم ما تتكلمش أمازيغية وتدافع على الأمازيغ. يعني شنية أهمية اللغة في الهوية الأمازيغية؟ هل يمكن أن ننشط اللغة أن نتكلم اللغة الأمازيغية؟ رغم اللي أنا قاعد نتعلم فيها. به نحن مناضلين ونقولوا نحن وأنا شخصيا غير ناطقة، متى أنا تعلمتها توا اللغة الأمازيغية. تتكلمها مليح؟ يعفو الجميع، مش ميديوم، مستوى متوسط، حتى نكون صادقة، حتى نكون صادقة مع روحي، حتى الكتابة وحديث. اللي نحب نقوله نحن كنشطاء وغير ناطقين، وهناك قبل لاني مش نحكي حالتها في الشمال الغربي على المفكر طارق عمراوي، من الناس اللي ناضلوا من أجل إنشاء متحف شمتو ومتحف الأمازيغي في جندوبة، وبرشا من الشمال الغربي ناضلوا معناها من أجل الحفاظ
على ما بقي من الأرث الأمازيغي في هذه المناطق، وهم كانوا غير ناطقين باللغة الأمازيغية ولكنهم ناضلوا لأنه هذيك هوية الأرض اللي خليتهم يتحركوا. نفس الأمر في قفصة في برشا بلايس. الخلاف هنا وين بين يا أنت ناطق وأنت غير ناطق، بمعنى أنه لا يعني الخلاف نشوفه هنا ظهر في علاقة بالليدرشيب في الحركة الأمازيغية. شكون بشكون عنده القيادة؟ لأن نحن الناطقين عن القيادة، وفي حين لا، في حين راهو القيادة للي يخدم أكثر، هي اللي باش تجيك العبيد، أو أنت تلقى روحك مستهدف. معناها كل مرة واحد يجيك يقول لك إجا بربي يحكي لنا، ولا إجا حشنا بيك في مشروع أو أفكارك تلقاها منتشرة، علاش؟ على خاطر بتخدم. وفي تونس بالواقع بو مانيش نزيد، الغير ناطقين كانوا هما حاضرين وريناهم في وقفات احتجاجيه، واول ناس رفعت الاحلام في الحبيب بورقيبه وكانوا حاضرين. علاش؟ مش على خاطر حابين يثبتوا، لا، على خاطر الله غالب هذوك ولاد العاصمه، ولاد وتعرف انه العاصمه تتسمى بالمركزيه، مركز فين؟ المركزيه السياسيه. الناس متمرسه من الاول في السياسه وبالحركه المجتمع المدني. اخوتنا في القرى الامازيغيه تحكمهم الجغرافيا، يحكمهم التهميش السياسي، يحكمهم الضغط وتهميش عشو عمرهم كامل. ولذلك ما يفهمش، معناها ساعات تجي تحكي في حكاية هكا بي ما مهمش، هذا إنسان مهمش، معناها ما عندوش حتى وين باش ينشط، ما فهميش. دونك هذاك علاش الأغلب الحركات كانت في المدن ما كانتش في القرى. كمش نتكلموا على تونس أو نتكلموا على المغرب أو في الجزائر، تحركات كانت دائمة في العاصمة. أكادير تلقاها نار شاعلة في طنجه، في وين المدينة، وين الجامعات، وين الأحزاب، وين كل شيء. هذه كانت تحركات في المركزيات، والأغلب نشطاء اللي في المركزيات أغلبنا ما همش معتم، مش الكلهم متمكنين من اللغة والكلهم متمكنين من اليوم الأمازيغي، يحملون الأمازيغية الفكرية. فهمت؟ إن شاء الله تكون فكرتي تكون أيوة. يعني أهمية اللغة، أي كم أهمية اللغة، أهمية اللغة، لأن اللغة هي تحمل الفكر، الفكر تحمله لك اللغة. ما تجمش تحكي على النهضة الفرنسية، النهضة الأوروبية، pardon لا رينيسانس، تجمش تحكي على رينيسانس بدون ترجع للاتينية، ما تجمش. لأنك يعني تولي تقرأ على الجذر، تقرأ على الميثولوجيا، تقرأ باش حاجات، يلزمك اللاتينية مع النهض. كيف اليوم ما نحن نعيشه في الربيع الأمازيغي، ربيع الأمازيغي لا يستقيم إلا باللغة الأمازيغية، ما يستقيمش بلغة أخرى. بالفعل، خاطر اللغة هي اللي تحمل الميثولوجيا بتاعنا، وتحمل التراث بتاعنا، وتحمل هوية بتاعنا. نحن نتعلم فيها حتى نستكمل هويتنا، مش يعني مش مولي، لا حتى نكونوا أكثر من نتشبع أكثر بالأمازيغية. بالفعل، كما معناتها الشعار الأمازيغي، الأرض، الإنسان، اللغة. يعني اللغة هي الإطار اللي تحمل فيه الفكر الأمازيغي. ولكن لا ننسى أن الناشطين الغير متكلمين باللغة الأمازيغية هم الذين أوصلوا الفكر الأمازيغي إلى العالم، وخاصة إلى الشرق الأوسط. والحديث احنا كحركة تغيير شمال افريقيا، وتقولون نشبيكم مع تتجينا بش نكونوا الحركة، قلنا نستخدم العربية لكي تصل الى كل الاقطاب المتكلمة باللغة العربية. يعني ما عندناش مشكلة مع اللغة، ما عندناش مشكلة مع اي حاجة، رغم ان مسألة اللغة الامازيغية اللي هي احنا نعتبر الدرجة متاعنا هي درجة امازيغية، واللي اللغة الأم هي الأمازيغية، خاطر كلامنا أنت تعرف الكل يعني فيه الكلمات الأمازيغية. شكرا مها، الفكرة بتاعك وصلت، وهذه الفكرة بتاع أن اللغة هي الإطار، خاطر أنا في الحقيقة بقيت مفكر في المسألة هذه، يعني في مسألة هل في المستقبل يعني نشجع الشباب أو الآن أنه يتعلم الأمازيغية أم لا. أنا ما كنتش نعتبرها أولوية، فهمت؟ يعني أولوية أولى، ولكن الفكرة متاع أن اللغة هي الإطار متاع الفكر، هذه فكرة جدا مهمة نوهت لها. المهم اللي حبيت نقول
في الأخير قبل أن نختم هذه الفيديو، شنو تنصح التوانسة؟ أولاد بلادي. أولاد بلادي. طبعاً نصيحتك لتونس هي نصيحة لكل شمال إفريقيا. يعني إحنا ديما ناخذ مثال ننطلق تاريخك. سهل على الأخر، أعرف تاريخك. بالفعل. باش تعرف أنت شكون وتعتز بكونك أنت من هالأرض الطيبة المزيانة اللي محلاها محلاها محلاها. هذا هو سيتي كونت. بالفعل، لأن التاريخ. بس تعرف أنت شكون. هاي. أنا في الحقيقة بوهرت عندما بديت نقرأ في التاريخ الأمازيغي، بوهرت، ما كنتش نعرف. عندما نشوف 30 قلعة تم تدميرها وتدخل الغزو الأموي إلى تونس بقيت باهت. عندما نقرأ أن الغزو المصري الفرعوني على ليبيا دمر 5 قلاع هذا من عهد الفراعنة، نقول شنية الحضارة هذه. بالفعل يعني الجهل 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 بالتاريخ. كان جينا تعرف مها نحكي مع بعض معت المؤرخين، قالوا لي هناك شعوب خلقت أسطورة لكي تنهض. أي؟ شمال أفريقيا عندهم كل شيء وما نهضوش. قال لي كم من شعب بنى أساطير، فهمت، لشعوبه باش يكون عنده تاريخ، بينما شمال أفريقيا قال لي موجود كل شيء، موجود كل شيء، أرجع من الحضارة القفصية من قبل حتى الاكتشاف متاع أقدم إنسان عاقل في المغرب. يعني شفت تعليق متاع واحدة فرنسية يعني تتمسخر هي في التقديم، قالت لهم تلفت هكايا للجمهور، قالت لهم انتم الكلكم أصلكم كسكس، فهمت، يعني انتم الأوروبيين الكل أصلكم كسكس، لأن أقدم إنسان عاقل موجود في شمال افريقيا في المغرب. شكرا مها، تنميرت، عفوا تنميرت على المقابله، ونتمناو يعني نلقاو فرصه اخرى ناخذ موضوع معين، وماذا بيك معناتها تشاركنا باش معناتها بالمعرفه نتاعك لكي يعرف خاصه الشباب. احنا مشينا احنا وفينا الشباب نعملوا عليهم انهم يعرفوا تاريخهم ويعرفوا اصولهم. شكرا مها. يعيشك.